للاف سي سي وعلى الجوجات، نبدي محاضرتنا ان شاء الله اللي هي سوليوشن اوف نان الكترولايت. شنو معناها سوليوشن اوف نان الكترولايت؟ كلكم تعرفون شنو هو السوليوشن، يعني انا مذوبه سوليوت بداخل سولفنت، مذوبه سوليوت بداخل سولفنت. فاني عندي السوليوشن هو نوعين، يا اما يكون الكترولايت يا اما يكون نان الكترولايت. الالكترولايت اللي هي تكون ايون من الذوب داخل السولفنت، النان الكترولايت اللي هي ما تكون ايونز، مثل اني جيت ذوبت الشوغر بداخل الووتر، هذا هو نان ايونايز، نان ايونايز سوليوشن. يعني الجلوكوز هو كومباوند من يصير من يذوب داخل السولفنت اللي هو الووتر، ما راح يتأين الى جزيئات موجبه وسالبه، راح يبقى مولكيول از ات از. بينما اني من اجي اذوب السوليوشن مالتي مالت ال ان اي سي او الملح الطعام، جيت ذوبته بالماي، هنا الحاله راح تختلف عندي، راح تصير عندي اماكن موجبه للان اي واماكن ايونز راح تكون سالبه للسي ال، فراح يصير عندنا هنا الكترولايت سوليوشن. احنا هذا الاسبوع ان شاء الله الماده مالتنا هي سوليوشنز اوف نان الكترولايت، راح نتكلم عنها، وطبعا هوايه تطبيقاتها، لانه بالصيدليات هوايه عندنا سوليوشنز اوف نان الكترولايت. ابسط مثال عليها طبعا مرات حتى تكون كومبينيشن بين الالكترولايت والنان الكترولايت، مثلا عندنا السيربات، السيربات بانواعها، الشوكر موجود داخل الحلول مالتي، فهم سوليوشن اوف نان الكترولايت. نيترو سوليوشن هو ميكستشر اوف تو او مور كومبوننت ذات فورم هوموجينوس موليكيولر ديسبيرجن. الترو سوليوشن True solution defined as a mixture of two or more components that form a homogeneous molecular dispersion. In other words, one phase system. مثل ما حكينا وقلنا بالشابتر السابق انه اني من عندي clear solution مذوبه اني solvent ذايب عندي totally miscible with the solution. فمكون لي one phase system. المهم اني ما اشوف two layers. ما اشوف شلون الفينول والووتر بتركيز مثلا 50% بدرجه حراره الغرفه، هذول تو فيس سيستم ما اشوفهم، لا انا عندي هنا كلير سوليوشن، فهذا هو الترو سوليوشن. زين عندنا حتى اعرف اني السوليوشنز لانه بها تراكيز، مثل ما تعرفون يعني انا عندي شوغر مثلا تركيزه 1% 2% 3%، فعندي او مثلا اريد اقول 1 مول فراكشن 2 مول فراكشن، اريد اني اعرف شنو اني الوحدات اللي راح استخدمها بال لا هسه احنا خلينا نعرفنا من الوحدات، العفو، نريد نعرف هاي انواع السوليوشنز اللي راح تمر علي. اول شيء عندي اذا سوليوت مالتي كان غاز وسولفت مالتي غاز، اكزامبل عليه الاير، شوف هو ميكستشر اوف غازز، فهذا هو نوع من السوليوشن. ليكويد ان غاز مثل الووتر بالاكسجين، الفيبر ووتر القطرات مالت المي اللي موجوده بالاكسجين بالاتموسفير العادي. السوليدين غاز مثل الايودين فيبر ان اير. الغاز الليكويد مثل كربونيتد ووتر، هاي جماعه المشروبات الكربونيه مثل البيبسي كولا وغيرها، هذول الكربونيتد
ووتر، الليكويد الليكويد مثل الكحول بالووتر، السوليد الليكويد مثل الأقوية الصوديوم كلورايد سوليوشن ال NaCl، والغاز السوليد مثل الهيدروجين ان بالاديوم، هاي اكزامبل عليها طبعا هاي مطلوبة من عندكم، والليكويد سوليد لايك مينرال اويل ان بارافين، والسوليد سوليد لايك جولد جولد سوري جولد سولد سيلفر ميكستشر اور ميكستشر اوف الومز، يعني ميكستشر من المواد اللي اصل البلد يسموها الالومز. من عندي انا ذهب السيلفر والفضه واللي سوليد انفوليد ديسبيرجن. زين تايب اوف سوليوشنز قلت لكم هي اذا كانت ليكويد غاز او سوليد تنقسم الى انواع رئيسيه، اثنين نان الكترولايت والالكترولايت، نان الكترولايت سلسن ذات دو نوت ييلد ايون وين ديزولت ان ووتر اند ذيرفور ذي دو نوت كوندكت ان الكتريك كرنت ثرو ذا شكر عن داخل داخل المي. الجليسرين نستخدمه هواية احنا بهذا المحلول بالصيدليات، يستخدموه لل يعني ترطيب للوجه، ويستخدموه هاي حالات الأوفص اللي موجودة بالفم. عندنا النفثالين نستخدمه هواية بالحمامات، واليوريا، اليوريا استخداماتها الطبية هسه حاليا يستخدموها هواية حالات جفاف البشرة، يستخدموها از اتوبيكال سوليوشن، وطبعا هم لها استخدامات أخرى. زين النوع الاخر اللي هو يكون ايونز مثل ما قلت لكم داخل السوليوشن مالته، وهذا تسوي لي كوندكتنت للالكتريك كوندكتنس للالكتريكال كرنس مثل الهيدروكلوريك اسيد، الصوديوم صلفيت، الافيدرين، الفينوباربيتال، هذول كلهم اكزامبل على سوليوشن تكون لي ايونز من الذوب. الصوديوم صلفيت الافيدرين، الافيدرين هو دواء عشبة الافيدرا، والفينوباربيتال هو ايضا دراج انتي ابيليبتيك، يستخدموه بحالات الصرع، ويستخدموه ايضا انتي كونفولشن، ويستخدموه ايضا للحوامل تقلل الكونتراكشن باليوترس، يوصفوه دائما طبيبات النسائيه. والافيدرين هاي استخداماته جدا جدا واسعه، وهو موسع للقصبات، ويستخدموه شربات الكف هوايه، تشوفوا دائما بالصيدليات قروب الكف شربات القحه دائما هي ميكستشر، فتشوفوا دائما الافيدرين موجود، قد يكون صوت السيدوفيدرين او هو نفس الافيدرين. الالكترولايت may be subdivided into strong electrolyte مثل الهيدروكلوريك اسيد والصوديوم صلفيت، ويك الكترولايت مثل الفينوباربيتال مثل الافيدرين والفينوباربيتال، اكيد الدرجات هي اغلبها هي ويك اسيد اور بيس ويك الكترولايت. فهذا هو التقسيمات مالتنا احنا اليوم، التشابتر مالتنا هو solution of نان الكترولايت. هسه احنا هنحكي عن السوليوشن اوف نان الكترولايت. طبعا انا حتى اعبر عن الوحدات مالتي سواء كانت هذا جدول، هذا تعلقوا بغرفتكم ويا القوانين المتعلقه، يعني خذوا لكم فد كورنر اذا عندكم اخوه، احتلوا لكم فد كورنر مع الجداول ومعادلات، هذا تخلوه لحد ما تتخرجون، لانه تظلون تستخدموه انتم دائما بالقوانين مالتكم ان شاء الله، وخصوصا فيما يتعلق في فرع الصيدلانيات. المولاريتي وهاي طبعا انتم كلها ماخذيها اكيد، يعني انا ارجع لكم اعيد لكم اياها مرور عليها مرور الكرام. مولاريتي مول جرام مولكيولر ويت اوف ذا سوليوشن ان 1 لتر اوف ذا سوليوشن. نورماليتي هي جرام ايكوفيلنت ويت ان 1 لتر اوف ذا سوليوشن. المولاليتي هي المول اوف ذا سوليوشن ان 1000 جرام اوف ذا سولفنت of the solvent المولاليتي. زين يعني فهنا هنا الجرام وحدات وزن، مول فراكشن اللي هي ratio of the mole of one constituent in the solution of the solution of the solute in a solution. وطبعا هسه المول فراكشن راح تتوضح اكثر بالاكزامبل. المول بيرسنت مول اوف 1 كونستيتوينت ان 100 مول اوف ذا سوليوشن. مول بيرسنت از اوبتين باي ملتيبلاينج ذا مول فراكشن باي 100. ايضا هسه من ناخذ
والاكزامبل راح تتوضح لكم اكثر. بيرسنت باي ويت جرام اوف ذا سوليوت ان 100 جرام اوف ذا سوليوشن، الفوليوم باي فوليوم، مليليتر اوف سوليوشن ان 100 مليليتر اوف سوليوشن، سوليوت ان سوليوشن، الويت باي فوليوم جرام اوف ذا سوليوت جرام of the solute in 100 mol of the solution. هنا كلش تنتبهون عليها جرام وهنا مليليتر. والمليجرام اكو وحدات اسمها مليجرام بيرسنت، اللي هي مليجرام اوف ذا سوليوت ان 100 مول اوف ذا سوليوشن. هاي هي الكونسنتريشن اكسبرشن اللي دائما تخلوها امامكم، لانه وهاي طبعا انا بعد ما ارجع واقول لكم هاي مطلوبه من عندكم ميد فاينل في كل الاوقات، لانه دائما احنا اكيد من نجيب لكم اي مساله راح نجيبها بوحدات التراكيز، ونحتاج احيانا تحويلات من وحده الى اخرى. زين هسه الـ unit percent of A يساوي unit of A in the solution على الـ unit of the solution multiply by 100. هاي هي الـ mass percentage، قد تكون weight by weight أو weight by volume أو volume by volume. الـ weight by weight هي الـ mass of the solute على الـ mass of the solution. الـ weight by volume هي الـ mass of the solute على الـ volume of the solution. الـ volume by volume هي الـ volume of the solute على الـ volume of the solution. زين مثلا الـ weight مالت NaCl هو 1.75، الوزن مالت solvent مالتي الـ H2O هي 5.85، الـ weight of the solution راح نجمعهم اثنيناتهم اكيد راح يطلع لي 7.6. في الكونسنتريشن اذا اريد احسبه مال NaCl بيرسنت باي ويت، راح نريد البيرسنت باي ويت مالت NaCl، فراح نقول 1.57 على التوتال اللي هو 7.6 ملتبلاي باي 100 راح يطلع لي 23%. هذا هو اذا اردت احسب الويت مالت NaCl، فلازم ما انسى اجمعهم اثنيناتهم. زين زين هسه انا عندي المول فراكشن، مول فراكشن يساوي مول اوف اي على توتال مول ان ذا سوليوشن اذا انا رايده مالت الاي. زين يعني فور مول اوف ذا سوليوت على مول اوف ذا سوليوت زائد مول اوف ذا سولفنت، لا تنسون التوتال مول اوف ذا سوليوشن تجمعون الاثنيناتهم، المول اوف ذا سوليوت زائد المول اوف ذا سولفنت. قلت لكم هاي راح تكون واضحه من يجيكم الاكزامبل مالتكم. هنايا مثلا اريد if n represent the mole of the solute and n capital letter represent the number of mole of the solvent، فال n تساوي لي ال n السمول على ال n سمول زائد ال n capital، هذا للسوليوت. اما للسولفنت اذا اردت احسب المول فراكشن اوف ذا سولفنت راح اسوي لي ان الكابتن لتر اللي هي مالت السولفنت، مثلا نقول فور اكزامبل الووتر، مثلا عندي جلوكوز ان ووتر، اريد احسب السوليوت للجلوكوز والسولفنت هو الووتر. اذا اريد مالت السوليوت اللي هو الجلوكوز فاقول الان السمول النمبر اوف مول اوف الجلوكوز على النمبر اوف مول اوف جلوكوز زائد النمبر اوف مول اوف ووتر حتى اطلع الاكس مالت السوليوت. اذا اردت مالت السولفنت اللي انا يعني هنا رايده مالت الووتر، مثلا اريد مالت السولفنت فاقول النمبر اوف مول اوف ذا سولفنت على السوليوت زائد السولفنت، حتى تتاكدون انه حلكم بالامتحان صحيح. الاكس مالت السوليوت زائد الاكس مالت السولفنت المفروض تساوي لي واحد، مثلا المفروض 0.6 زائد 0.4، 0.7 زائد 0.3، 0.5 زائد 0.5. هنا كل زين تنتبهون لهذا الشيء، حتى انتم بالامتحان من تجيكم مساله ورايده من عندكم المول فراكشن، فمن تحسبون اثنيناتهم المول فراكشن المفروض حاصل جمعهم يساوي لي واحد، فاكيد اثنيناتهم بالبوينتات راح تطلع 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 العفو مو 0.10 0.9 5 0.05 هيك شيء تجيكم بالنسبه للمول فراكشن. زين عندي المولاريتي، المولاريتي مول اوف ذا سوليوت على لتر اوف ذا سوليوشن.
الفوليوم هنا is temperature dependent فالمولاريتي can be changed with the temperature. اليونت مول بير لتر هاي هي المولاريتي. زين المولاريتي هي مول of the solute على kg of the solvent. زين هنا انتبهوا هنا عندي ماس because neither mole nor mass change with the temperature, الفورمولاريتي unlike molarity not affected by temperature. فهي temperature independent. Temperature independent. زين عندي النورماليتي طبعا كلها دعتي يعني على السريع قدكم لان هي ريفرشمنت للعام تو باخذيها بالكيمياء واكيد هم ماخذيها بالحسابات الصيدلانيه ومبادئ الصيدل. نورماليتي of the solution is the gram equivalent weight of the solute per liter of the solution. Normally is one of the concentration units that is reaction dependent. Normality هي gram equivalent weight of the solute على liter of solution. زين it is the mass of one equivalent that is the mass of the given substance which will be supply or react one mole of the hydrogen cation in an acid-base reaction or supply or react one mole of electron in a redox reaction. If the weight of any atom molecules displaced by 1.00 gram of H and 19 gram of F or 80 gram of O higher, for example. الإيكوفيلنت ويت هو المولكيولار إيكوفيلنت على الإيكوفيلنت أوفر مول. هسه نجي نحسب إيكوفيلنت ويت are known as the quantities of atom or molecules that combine with 1 gram 0.008 gram atomic weight of hydrogen. فتساوي الأتوميك ويت على النمبر إيكوفيلنت بير أتوميك ويت اللي هي الفالانس. الإيكوفيلنت ويت مثلا فور فلورين إيكوفيلنت ويت فور إكزامبل فور فلورين تساوي لي 19 على 1 الأكسجين 16 على 2 المغنيسيوم 14 على 2 ليش؟ لأنه الفلورين عنده تشارج وحدة الأكسجين 2 بوزيتيف تشارج والمغنيسيوم أيضا 2 بوزيتيف تشارج فلهذا الكالكوليشن مالتي تعتمد على الكيميكال composition of our material. The equivalent weight مثلا اريد ال equivalent weight مالت NaCl احسبها فعندي 58.5 على 1 ليش؟ لانه ال NaCl هو احادي التكافؤ Na2CO3 ثنائية التكافؤ فمن اجي احسبها اني اقسم ال 106 زين يعني اقسمها على 2 ال K3PO4 اقسمها على 3 لان ثلاثية التكافؤ ال KNO3 اقسمها على 1 لان احادية التكافؤ ال CA3PO4 by 2 هنايا اني لازم اقسمها على 6 وهاي اكيد انتم كلها ماخذيها بالاعداديه وماخذيها العام بالكيمياء وبالمبادئ مالت الصيدله. زين هسه نجي ناخذ مثال تطبيقي على هو هذا قلت لكم كريفرشمنت لكم حتى من تجي بالمسائل شوي تاخذ ايدكم عليه. هاي كلها هي لحد الان يعني احنا تقريبا اخذنا 15 دقيقه هو فقط لرفرشمنت للبرسنتج اكسبرشن اللي راح تتكرر عندنا هوايه هنا بالسوليوشن اوف الكترولايت هنا الالكترولايت لغايه نهايه السنه لغايه نهايه الصيدله راح تظل تتكرر عندكم حتى ورا ما تتخرجون همين اذا عندكم كالكوليشنز همين راح تضطرون انه تعيدون حساباتكم وتحسبوهم. أنا كوي السوليوشن اوف فيروس سلفيت واز prepared by adding 41.5 gram of FeSO4 to enough water to make 1,000 mole of the solution at 18 degrees Celsius. The density of the solution is 1.0375 and the molecular weight of FeSO4 is 151.9.
calculate the molarity, normality, molality, mole fraction, and mole percent of both solute and the solvent, and percentage by way of FeSO4. قلت لكم معي يعني فقط حتى تطبيق هي يعني حتى تاخذ ايديكم، واكيد هم يعني باسئله نهايه الشابتر هم راح اجيب لكم كم اكزامبل واشير لكم عليها تطبيقيه حتى تعرفون شلون تحسبون البرسنتج اكسبرشن المولاريتي مول اوف اف اي اس او 4 على الليتر اوف ذا سوليوشن. زين، فعندي الوزن مالتي 41.5 على المولكيولر ويت مالتي اللي هي 151.9 على لتر اوف ذا سوليوشن، راح يطلع لي 0.2 مولر. النورماليتي هنا اف اي اس او 4 تكافؤ ثنائي، فاقسم ال 151.9 على 2 راح تطلع لي 75.59، وتطلع لي هنا النورماليتي 0.546. زين، المولاليتي المول اوف اف اي اس او 4 بير كي جي اوف ذا سولفنت، بير كي جي اوف ذا سولفنت، فاني احسب الدنسيتي مالتي مالت المحلول مالتي، يعني هنا الدنسيتي مالتي 1.037 نعطيها، الوزن مالتي هو 1000 غرام، بما انه انا عندي السولفنت مالتي هنا موجود فاطرحه من ال 41.5 اللي هو انا عندي هذا الوزن مالت ال FeSO4 حتى اطلع بس للسولفنت مالتي، لانه انا حسب قانون المولاليتي مو للسوليوشن كله وانما للسولفنت، فراح يطلع لي 996 غرام. انا هنا رايته بالكيلوغرام، فراح اقسم المول اوف FeSO4 اللي طلعناها على 0.96 وراح يطلع لي المولاليتي. زين، المول فراكشن الاند مول بيرسنت، مول فراكشن اند مول بيرسنت. المول اوف ووتر مثل ما قلنا 996 على الموليكولر ويت مالته اللي هو 18 راح يطلع لي 55.27 مول. المول مالت ال FeSO4 طلعناها من بداية المسألة اللي هي كانت 0.273 أول مطلوب كان عندنا بالسؤال. أجي أحسب المول فراكشن مالت الووتر اللي هو السولفنت مالتي، إكس يساوي لي ال 55 الوزن مالتي، العفو النمبر اوف مول اوف السولفنت مالتي اللي هو الووتر 55.27 على 55.27 زائد 0.27 يساوي لي 0.9951. المول بيرسنت هاي اضربه بالبيرسنت هذا مو مشكل. زين، اريد المول فراكشن مالت ال اف اي اس او 4، فايش راح يساوي 0.27 على 55 زائد 0.27؟ راح يطلع لي 0.0049. هسه هنا الحال مالتكم شلون تثبتون انه صحيح المول بيرسنت؟ هاي اضربه بالبيرسنت مالته ما عندي مشكله. شلون اثبت انه اني الحال مالتي صحيح؟ اجمع ال 0.9951 ويا ال 0.0049 اللي طلعت لي المول فراكشن مالت الوتر والمول فراكشن مالت اف اي اس او 4 راح يطلع لي 1، فلهذا اني اقول الجواب مالتي صحيح، لازم بالضبط يطلع لي 1. المول فراكشن اذا جمعناها الاثنيناتن مات السوليوت ومات السولفنت المفروض تطلع لي التوتال يساوي لي 1، او اجمع النسبه مالتي المفروض هنا 99.51% وهنا 49%، ايش قد تطلع لي المفروض هنا 100%، 100% المول برسنتج اوف السوليوشن مالتي توتال برسنتج باي ويت اوف اف اي اس او 4 راح تساوي لي 41 على 1037.5 في 1000 يساوي لي 4%، لان انا عندي هنا الجرام اوف ذا سوليوشن، سوليوشن كله هنا ما امشي بالسولفنت اني فامشي على السوليوشن، فاخذت الوزن مالت الاف اي اس او 4 على الوزن مالت السوليوشن. ان شاء الله استذكرتوا بهاي المقدمه
كل وحداتكم وتحويلاتكم اللي ماخذيها انتم بالسنوات السابقه، حتى ان شاء الله من نوصل لمرحله المسائل ونبدي نحكي بالمسائل، هاي الامور كلها انتم متجاوزيها بعد، ما عندنا مشكله بيها. زين، هسه solution of liquid in liquid، يا اما تكون قلنا completely miscible or partially miscible or completely immiscible، مثل الاويل والووتر، partially miscible مثل الفينول والووتر، و completely miscible اللي هو مثل الكحول ويا الووتر. زين، الكحول ويا الووتر اللي هي احنا هاي الكحول ووتر هاي اقول لكم كاكزامبل، بس هي بالحقيقه هم تنقسم الى قسمين، الريال سوليوشن والايديال سوليوشن. هسه شنو نقصد بالريال والايديال سوليوشن؟ هنا انا عندي محلول من متكون من، خلي نقول فور اكزامبل، فور اكزامبل طبعا هو مو احتمال اكزامبل مالتي مو صحيح، كحول ووتر. اذا الكوهيجن فورسز اللي تربط اللايك موليكيولز تربط الووتر ويا الووتر والكحول ويا الكحول تساوي الادهيجن فورسز اللي تربط لي البايندينج فورس اللي تربط لي الكحول ويا الووتر، بهاي الحالة اللي هي حالة طبعا يعني فريدة وقليلة، فبهاي الحالة انا راح اسمي المحلول مالتي هو ايديال سوليوشن، اسمي المحلول مالتي ايديال سوليوشن. شو كنت اسمي المحلول مالتي ايديال سوليوشن؟ اذا كانت الكوهيجن فورسز شوفوها اللي تربط هاي هنايه الموليكيولز المشابهه اللي تربط، قد تربط الووتر ويا الووتر او قد تربط الكحول ويا الكحول، تساوي الادهيجن فورسز اللي هي تربط لي الكحول ويا الووتر، اذا كانوا متساويات فاني المحلول اسميه ايديال سوليوشن. ويا يعني طلاب تسمعوني؟ نعم دكتور. نعم تمام دكتورة. تمام زين، ideal solution are formed by mixing to mixing substance with similar properties. Ideality in the solution means complete uniformity of the attractive forces اللي هي الكوهيجن والادهيجن فورسز. زين، فالقوة الادهيجن راح تساوي لي الكوهيجن، الكوهيجن اللي تربط الموليكيولز اللي هم ان سيميلر موليكيولز مثل موليكيولر اي وبي، تساوي لي الادهيزيف فورسز اللي تربط لي الموليكيولز مالت الاي سويه واللي تربط لي الموليكيولر مالت البي سويه. ايديال سوليوشن is the solution that there is no change in the property of the component other than dilution. يعني انا هنا شنو معناها؟ انه انا مثلا من ضفت الاي زائدا البي، يعني واحد زائد واحد يساوي لي اثنين، يعني بس عندي الديليوشن افكت هو اللي تغير، ماكو اي تغييرات اخرى طارئه على المحلول راح تنتج لي. يعني انا عندي هنا 50 غرام من الكحول و50 غرام من الووتر، 50 زائد 50 تساوي لي 100، يعني صار شنو ديليوشن افكت للووتر وصار ديليوشن افكت للكحول، فقط هي هاي التغيير اللي راح يطرق علي. In ideal solution no heat is evolved or absorbed during the mixing process and the final volume of this solution represent an additive property of the individual constituent. زين، يعني الانديفيدوال كونستيتيونت يعني الفوليوم مالت الووتر زائد الفوليوم اوف الكحول، الماس مات الووتر زائد الماس مات الكحول، فقط هي هاي الصفة اللي راح تتغير بهذا المحلول عندي، ما عندي صفات أخرى تتغير بالمحلول بالايديال سوليوشن. No shrinkage or expansion can be occur by mixing the materials together. مثل example هنا نعطي على الايديال سوليوشن في السوليوشن اوف ميثانول اند ايثانول اللي قلت لكم هاي نستخدمها احنا بحالة الكحول المعدوم. الكحول المعدوم. نجي نحكي على مصطلحات حتى ندخل ندرج بالدخول لموضوعنا اللي هو solution of non-electrolyte. When two bodies are contact with each other and
one is heated to a higher temperature than other, heat will be flow from the hotter to the colder body until the bodies are in the thermal equilibrium. This is process is no is termed as escaping tendency. يعني هنا the hotter body has greater escaping tendency until the temperature of both bodies are the same. زين هنا يقترب لكم التعبير عن الاسكيبنج تندنسي. هنا شلون مثل اني دا الزم كتلي حار، الحراره من الكتله راح تنتقل يعني للايد لحد ما تساوى الحراره ورا طبعا مرور ساعات، يعني تساوى التو تمبرتشر، فهي هذا المقصود بالاسكيبنج تندنسي. مصير العمليتين ات اوكليبريم، او مثل ما اني الزم قطعه من الثلج، اكيد القطعه ما ثلج راح تاخذ الحراره من ايدي وانا راح اخذ البروده من هاي القطعه ما ثلج لحد ما نوصل لمرحله الايكوليبريم. الايكوليبريم free energy is a quantitative measure of the escaping tendency of the substance undergoing physical and chemical transformation. For pure substance it is the molar free energy of the solution. It is the partial molar free energy. Free energy of ice is greater than the liquid of liquid water at one atmosphere above 0 degree Celsius. Free energy مات الايس اعلى من الووتر ليكويد ووتر بدرجه تحت ضغط 1 اتموسفير اند 0 ديجري سيلسيوس. الدلتا جي ليكويد ناقصا دلتا جي ايس اقل من 0. Above 0 the escaping tendency of the ice is greater than the liquid water. So the ice is converted to the water. لأن الاسكيبنج تندنسي مالت الايس اعلى من الاسكيبنج تندنسي مالت الووتر، فبالنتيجه اني الايس بعدين مرور الوقت راح يتحول الى ووتر. بالدجري هاي احنا ابوف الزيرو دجري. At 0 degree Celsius, the escaping tendency of ice and water are the same. Delta G equal to 0. فما راح يطلع لي اي تغيير على الايس. بس فوق الصفر الاسكيبنج تندنسي مالت الايس راح تكون اكبر من الووتر، فبالتالي عمليه الميلتنج مالت الايس راح تحدث عندي. بالزيرو ديجري الاسكيبنج تندنسي اوف ايس ايكوال تو ذا اسكيبنج تندنسي اوف ووتر. هنا الكالكوليشن مالتي معناها تعتمد على الدلتا جي. ان شاء الله هاي يعني الدلتا جي حنوضحها اكثر، وهي انتم همين قبل دارسيها بال الكيمياء الحرارية بالسادس الإعدادي، وراح أوضحها لكم أكثر إن شاء الله بالشابتر مال Thermodynamics. Ideal mixture and intermolecular forces. نحكي على escaping tendency. In a pure liquid, some of the more energetic molecules has enough energy to overcome intermolecular attraction and escape from the vapor. أنا هنا عندي liquid water. عندي مي موجود يعني إناء مفتوح. مرور الزمن راح يصير عندي escaping of this water molecules from the surface of the أكيد مرور الزمن راح يصير عندي عملية evaporation. هي هاي الاسكي يعني راح يبدي يهرب الووتر من السطح مات المحلول ماتي. The smaller the intermolecular forces the more molecular will be able to escape from any particular temperature. زين يعني كل ما كانت الانترمولكيولر فورسز مالتي قليله، اذا كان هذا المحلول الانترمولكيولر فورسز مالته عاليه ما عنده اسكيبنج تندنسي عاليه. بس اذا كانت الانترمولكيولر فورسز مالته قليله لا راح هاي يعني شلون هنا شوف المحلول هنا شلون اني اذا علاقتكم قويه ببعضكم لان انتم ما راح يطلع شخص من عندكم من هاي المجموعه. بس اذا علاقتكم بيناتكم ضعيفه ايش راح يصير؟ راح يبدي الاشخاص يهربون شوي شوي من المحلول مالتهم. فالمولكيولر فورسز هي اللي تحدد لي الاسكيبنج تندنسي، فاذا كانت سمولر مولكيولر فورسز ذا مور مولكيولر ويل بي ايبل تو اسكيب فروم ذا سوليوشن. هذا عندي المحلول مثلا الاول دا احكي عنه.
إذا عندي second liquid همينة مثلا خلينا نقول كحول همينة عندي certain escaping tendency أو مثلا عندي example الميثانول والإيثانول مثلا liquid A هو الميثانول والليكويد بي هو الإيثانول الميثانول والإيثانول كل واحد من عندهم عنده certain escaping tendency تعتمد على الانترمولكيولار فورسز اللي تربطهم تعتمد على الانترمولكيولار فورسز اللي تربطهم هنا إذا أنا مزجت النسبة 1:1 محلول A إلى B زين فأني عندي equal evaporation may be take place from this solution فبالتالي راح يصير عندي equal vapor pressure equal vapor pressure إذا مزجت أنا الإيثون والميثانول سوية كـ ideal mixture راح يصير الـ vapor pressure مالتهم مساوي يعني الـ vapor pressure مالتي مالت المحلول بالـ ideal solution تساوي الـ vapor pressure مالت الـ A زائد الـ vapor pressure مالت الـ B التوتال فيبر بريشر لان هم كل وحده لهم سيرتن اسكيبنج تندنسي فيبر بريشر اور ايكوليبريوم فيبر بريشر از ذا بريشر اور ذا ثيرموداينامك ايكويشن وذ اتس كوندنس فيز ان ذا كلوز سيستم هذا عندي ميثانول حاطته بكلوز سيستم عنده فد سيرتن اسكيبنج تندنسي والميثانول هم حاطته بكونتينر هم عنده سيرتن اسكيبنج تندنسي زين انا هنا شوفوا هنا يا خلينا نقول ايش كم وحده طايره من سوليوشن اي ايش كم موليكيولز على السطح بدت اسكيب طارت انهزمت هنا 6 شوفوا هنا ايش قد من سوليوشن بي انهزمت 4 اذا انا خبطت الاي ويا البي بالايديال ميكسينج اذا خبطت الاي ويا البي بالاي ideal mixing شوفوا هنا 6 و 4 10 اللي فوق صارت ال يعني اني total vapor pressure يساوي حاصل جمعهم اثنيناتهم هاي بحالة ال ideal solution يعني escaping tendency مالت ال 2 هي متساوية لانه اني شو احسب ال intermolecular forces اللي تربطهم يعني جدلا انه الاتراكتيف فورسز تساوي لي الادهيزيك فورسز هنا اصور واضحه الفكره هسه نبدي نحكي على الراولز لو هذا راولز عالم اجى يحسب الفيبر بريشر مالت ال تو سوليوشنز بارشال بريشر اوف ايتش فولتايل كونستيتوينت از ايكوال تو ذا فيبر بريشر اوف ذا بيور كونستيتوينت مالتيبلاي باي اتس مول باي ذا مول فراكشن ان ذا سوليوشن thus for the constituent partial pressure of A البارشيال بريشر اريد احسب مال ميثانول يساوي لي بارشيال بريشر اوف اي بارشيال ملتبلاي باي اكس اللي هي المول فراكشن مالت الاي البارشيال بريشر مالت البي يساوي بارشيال بريشر مالت البي ملتبلاي باي المول فراكشن اوف بي اذا اريد احسب التوتال فيبر بريشر هنايا مالتي راح تساوي لي البي اي زائد البي بي إذا أريد أحسب total vapor pressure تساوي لي PA زائد PB هنا نعطيكم example if the vapor pressure of ethylene chloride in pure state 236 mmHg at 50 degrees Celsius then the solution consisting of mole fraction is 0.4 ethylene chloride and 0.64 benzene the partial vapor pressure of ethylene chloride is 40% فأريد هنا أريد أحسب البارشيال فيبر بريشر مات الأثيلين كلورايد هنا عندي 263 في 0.4 لأن المول فراكشن مالتي مالت الأثيلين كلورايد هي 0.4 مثل ما أعطيتكم إياها هنا بالصورة هذا إذا أريد أحسب البارشيال فيبر بريشر
presence of non-volatile solution means the fewer solvent particles are in the solution's surface. So less solvent evaporated. So less solvent is evaporated. إذا أنا كان عندي non-volatile solute بالمحلول مالتي راح يصير عملية الإيفابوريشن عندي أكثر، وهاي طبعا راح أشرح لكم إياها أقل راح تصير، فأشرح لكم إياها إن شاء الله بالكوليجيتيف بروبرتيز من نوصلها. زين، for an ideal solution إذا مزجنا liquid A ويا liquid B فالتوتال vapor pressure مالتي راح يساوي لي vapor pressure مالت ال A زائد ال vapor pressure of B. فهذا هنا الراولز لو، هذا الاكزامبل مطلوب، هذا الدايجرام مطلوب من عندكم. يعني اني شوفوا التوتال فيبر بريشر اللي مرسوم بالاخضر، هذا الفيبر بريشر مات الاي وفيبر بريشر مات البي. باعوا البارشل بريشر مات الاي اللي ماشيين هنايا بالاحمر وصاعد صاعد لي فوق، والبارشل بريشر مات البي اللي هو بادي عالي ونزل شويه شويه. إذا أريد أحسب البارشيال بريشر مالت الـ A والبارشيال بريشر مالت الـ B بالـ ideal mix حسب الـ Raoult's law، الـ total vapor pressure مالت الـ solution مالتي راح يساوي لي الـ vapor pressure مالت الـ A زائد الـ vapor pressure مالت الـ B، وراح ينتج لي هذا الخط الأخضر اللي تشوفوه لي فوق. هذا التوتال فيبر بريشر. زين، هسه هي هاي الحقيقه اللي هي ايديال، اللي هي حاله استثنائيه، واللي هي خلينا نقول هي ايديال ما متواجده عندنا الا اذا انا كتبت لكم اسيوم ذات يور سوليوشنز يور ميكسينج از ايديال ميكسينج. يعني شو انا عندي مثلا هسه 440 طالب، اقول اكو عندي فالطالب ايديال يوميا يقرا المحاضرات مالته وما عنده تراكمات، هي هاي الحاله شو نسميها؟ هاي الحاله ايديال. بالحقيقه انتم كلكم عندكم تراكمات، هي هاي الحقيقه. فاذا ايش راح ينتج عندي؟ اكو شيء اسمه الريال سوليوشن. انا عندي بالداخل السوليوشن عركه مثل ما هذول الاثنين يتعاركون، ما عندي الادهيجن مساوي الكوهيجن. احنا نقول هاي حاله من الرياليتي، وهي حاله نادره قد تتواجد هي اكيد يعني، ولا ما كان حسبت. ومن اجيب لكم بالمساله اقول لكم assume that your mixture is ideal. زين، اكو الحاله الحقيقيه اللي هي الموجوده بالريال سوليوشن، يا اما تكون الكوهيجن بين الموليكولز اقل من الادهيجن، يعني القوه اللي تربط ذرات المي اقل من القوه اللي تربط ذرات المي ويا الكحول، فهاي نسميها هذني not adhere to the Raoult's law، هذني ما يعني ما تطبق عليها قوانين Raoult's. او الكوهيجن فورسز اللي تربط لي مثلا الووتر موليكيولز هي اكبر من القوه اللي تربط لي الموليكيولز ويا الكحول، فهاي همين عندي هي الحاله الثانيه. زين، فهاي الحالات الاثنين هناك شوفوا وين بالايديال اني الكوهيجن تساوي لي الادهيجن، المربعات ال هذول الدوائر الحمر تساوي لي الادهيجن اللي هي بين الووتر والايثانول بالايديال، بس بالريال هنا لو اصغر لو اكبر من عندها، وهاي هي الحاله الحقيقيه. زين يعني، فاذا راح ينتج لي فشي اسمه deviation from Raoult's law، either positive deviation or negative deviation from Raoult's law. هاي الحالتين حتنتج لي اذا كان شنو، اذا كان عندي الاتراكشن الاتراكتيف فورسز والادهيسيف فورسز هي غير متساويه، وهي هاي الحاله الحقيقيه اللي موجوده بداخل السوائل مالتي. زين، هنا اذا كانت الكوهيجن اللي تربط لي ذرات المي اقل من الادهيجن اللي تربط لي ذرات المي ويا الكحول، مي وكحول عندي بداخل محلول، بس القوه اللي تربط لي المي ويا الكحول
مثلا فور اكزامبل، انا طبعا كل دا اشبه الكبيره حتى اعطيكم اقرب اكزامبل يمر عليكم. اذا كانت القوه اللي تربط ذرات الكحول ويا المي اكبر من اللي تربط ذرات المي سويه، in this case where the molecules break away from the mixture less easily than do from the pure liquid, new stronger forces must be exist in the mixture than the original liquid. So the vapor pressure is less expected. يعني ايش راح يصير هنا؟ القوة اللي تربط المي ويا الكحول أكبر من اللي تربط لي المي ويا المي. المي راح يتشلب بالكحول، ما راح ينطي، ما راح يخليه يهرب. فالفيبر بريشر مالتي هي less than expected، ما راح يطاير بسهوله، فليس escaping tendency. مثل ما اخبط الكلوروفورم ويا الاسيتون، هذا solution of acetone and chloroform اللي هو الاكزامبل مالتي. هنا ايش راح ينطيني؟ هنا راح ينطيني negative deviation from raw or slow. نيجاتيف ديفيجن يعني شو معناها؟ يعني الفيبر بريشر مالت المحلول الناتج اقل من الفيبر بريشر مالت المي وحده. فبهاي الحاله راح احصل، شوفوا التوتال فيبر بريشر مالت الاي اللي هو نازل عن الحقيقي اللي بالخط الاحمر، والتوتال فيبر بريشر مالت البي نازل عن الخط الحقيقي اللي هو الخط المنقط هنا، المفروض يكون شوفوا نازل هنا للخط الازرق. فالتوتال فيبر بريشر ايش راح يصير؟ لانه هنا المي راح يبقى متشلب بالكحول، بيناتهم القوه عاليه، ما راح يخلي يصير بي ايفابوريشن، فيبر بريشر مالته راح يقل التوتال، فايش يصير هذا؟ نيجاتيف ديفيجن فروم را اول سلو. زين، فهنا القوه اللي تربط الاسيتون ويا الكلوروفورم اعلى من اللي تربط الكلوروفورم سويه. فلهذا راح يحدث عندي نيجاتيف ديفيجن فروم را اول سلو. التوتال فيبر بريشر راح يكون اقل من المتوقع، مو الاي توتال فيبر بريشر اوف الميكستشر يساوي الاي زائد ام بي، لا اقل من الاي زائد ام بي، لانه القوه اللي تربط لي الاسيتون ويا الكلوروفورم هي اقل من القوه اللي تربط لي الكلوروفورم فيما بعضها. Deletion of chloroform by addition of the acetone, addition of B to A lead to reduce vapor pressure of A to the greater extent accounted by the simple dilution. Chloroform and acetone manifest the attraction of one other through the formation of the hydrogen bond that reduce the escaping tendency of each constituent. فلهذا هو هذا الاكزامبل مالتي، لانه الكلوروفورم مي الاسيتون دي يكون لي هيدروجين بوند اعلى من اللي موجوده بالاسيتون نفسها او الكلوروفورم نفسها، فلهذا راح يقلل لي الاسكيبنج تندنسي مالت المحلول مالتي. This pair of weak compound اللي هي الكلوروفورم والاسيتون، هاي هي تكون الهيدروجين بوند بيناتهم، فلهذا راح تدي لي الى نيجاتيف ديفيجن فروم را اول سلو. اكو حاله ثانيه هي حاله البوزيتيف ديفيجن فروم را اول سلو. بوزيتيف ديفيجن فروم را اول سلو هنا شنو راح يصير؟ هنا ارجع واقول لكم اكزامبل مالتي المي بس حتى اقربه لكم، يعني كانما هنا القوه اللي تربط لي جزيئات المي اكثر من القوه اللي تربط لي المي مثلا ويا الكحول. هاي شو يسموها هنا؟ يعني شنو ما راح يتشلب بالكحول؟ يقول له روح طير انهزم اسكيب فروم ذا ليكويد. فايش راح يصير هنا؟ راح يزداد الفيبر بريشر، راح يصير ايفابوريشن عندي قوي. ايش راح يصير عندي؟ بوزيتيف ديفيجن فروم را اول سلو. هنا مثل الاكزامبل عندي هنا اثل الكحول ويا الكلوروفورم، هذا الاكزامبل هذا يسوي لي بوزيتيف ديفيجن اوف را اولتو، لانه القوه اللي تربط اثل الكحول اكثر من اللي تربط لي اثل الكحول ويا الكلوروفورم. اذر اكزامبل از بنزين زائدا اثل الكحول، كلوروفورم داي سلفايد زائدا اسيتون، هاي اذر اكزامبل فروم بوزيتيف ديفيجن اوف را اول سلو. شوفوا هنا توتال فيبر بريشر مالت الاي ويا توتال فيبر بريشر مالت البي اثنيناتهم اعلى من المتوقع، والتوتال فيبر بريشر مالتهم كله راح يكون اعلى من الطبيعي، فلهذا اني راح احصل على البوزيتيف ديفيجن فروم را اول سلو.
هناش فهمتوا شنو المبدأ؟ المبدأ انه اني القوة اللي تربط لي الموليكيولز، مثلا فور اكزامبل بقوم كحول اكزامبل ببالكم، حتى اذا صارت بالبوزيتيف ديفيجن القوة اللي تربط المي اعلى من القوة اللي تربط المي والكحول، فايش راح يصير؟ يقول له روح اسكيب، اطلع من الليكويد مالتي، لانه هو القوة اللي تربطه اعلى من اللي تربط الووتر ويا الكحول، فراح يصير ايفابوريشن قوي، فراح يصير بوزيتيف ديفيجن فروم را اول سلو، في التوتال فيبر بريشر راح يكون اعلى من الحد الطبيعي المتوقع. زين، فلهذا برا اوسو ديسكرايب ذا بيهيفير اوف كومبوننت اوف ريال بير اونلي وين ذا سبستانس از بريزنت ان هاي كونسنتريشن ذاس كونسيدر تو بي ا سولفنت. ان سات سيتويشن الرا اوسو كان بي اكسبرس البي اوف ذا سولفنت از partial vapor pressure of the solvent multiplied by the x of the solvent. This is valid only for the solvent of non-ideal solution that is sufficiently dilute with the respect of the solute, cannot be hold the component in the high concentration that is used. هذا ان الابلكيشن ماتر اولسو ما نقدر نطبقه على concentrations عاليه، فلهذا را اولسو الى deviation إلى يعني limitation sorry real solution with high concentration، فإحنا المولكيولار ويت هنا intermolecular forces راح تكون عالية فما نقدر نطبقه. الفولتايل is applicable to the non-volatile solution، بالفولتايلز هنا شوية راح يصير عندنا divisions أكثر. السوليوشن اللي بيها association و dissociation أكيد هنا راح تخضع عملية الاسوسيشن والديسوسيشن إلى lowering the vapor pressure، واللي راح نجي عليها إن شاء الله بالتفاصيل مالتها بالمحاضرات القادمة. هنا نتوقف لحد الايروزولز والهنري لو، يعني إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة عندكم بالنيجاتيف والبوزيتيف ديفيجن. نعم.